تقول حسين يا ابني كل مصاب يمر على مصابك يهون لجلك حسين يا ابني كل مصاب يمر على مصابك يهون يبكي لك عرش الجليل ولجلك تزلزل الكون إلك روحي وحياتي وكل بنيني يرخصون لكن شبيدي ما عندي أولاد أفديك غير الأربعة ما عندي أولاد غير هؤلاء الأربعة تتمنى لو كان عندها أكثر من الولد حتى تقدمهم فداء للحسين عليه السلام شوف هاي المرأة كان جسدها بالمدينة وقلبها عند الحسين جسدها بالمدينة لكن قلبها ويا الحسين تقول أنا كنت وياك يا ابني تقوم أقوم الطيحة من يجيك السهم يتلقاه دلال الجري حسين 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 أنا كنت وياك يا ابني تقوم أقوم الطيحة من يجيك السهم يتلقاه دلال الجري انت بالطف يا ابني وانا هنا اصيح اش ما تصيح يا فرج الله عظمنا على قراءة هذا البيت انت بالطف يا ابني وانا هنا اصيح اش ما تصيح سهم المثلث قطع قلبك وقلبي قطع أويلي 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 هنيئا لك يا أم البنين تقول قلت أفديك ببنيني وترد سالم للوطن ما دريت عظام صدرك بالعوادي تنطح أيوا حسينا قلت أفديك ببنيني وترد سالم للوطن ما دريت عظام صدرك بالعوادي تنطح تظل مرمي على التراب ويدفنك بلا شفا هاويلي وتظل مرمي على التراب ويدفنك بلا شفا مصرعك يا ابني القلب الدين صاب ومزع هذه محبة أم البنين هذه معرفة أم البنين الله إذا كان هذا حال أم البنين إذن ما حال فاطمة ما حال الزهراء سيدتي عظم الله لك الأجر بمصاب ولدك الحسين الله أكبر كأني بزينب تخاطب أمها فاطمة تعدد مصايب كربلاء إذا عندك حاجة حضرها أقرأ هذه الأبيات أبيات هذه القصيدة بعنوان قضاء الحوائج شو تقول زينب وهي تخاطب أمها فاطمة تقول بحسين يم الحسن ما قصرت كربلاء ظل مرمي فوق الثرى ودم النحار غسل الله وينكم يا شباب لا تسكت في المجلس هاي الصرخة تشوفها غير شكل يوم القيامة تقول يا ريت قضيت عمري كله صرخة على الحسين بحسين
أم الحسن ما قصرت كربلاء ظل مرمي فوق الثرى ودم النحار لو شفتي يوم الوقاف محتار بين العدا بصدر الرضيع ذباح يمه بسهم الرد ذوبنا يوم الرجاع وقبالنا مدد بحسين يم الحسن ما قصرت وعباس يا فاطمة بالعمد راسا هشا ذرعان ميت قطعة ومع مية عين بسه شوف من أنتهي من هذا البيت نادي وحسينة وحسين ظهر انكسار من طاح شراع العلا أيوة حسينة أيوة سيدة أويلي 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 والأكبر علي من وقاع غربت عين الولي جالوا نداه لو صراخ ناداه يا مدللي أمك حزينة وتظل متحيرة يا علي بحسين يم الحسن ما قصرت وجاسم يتيم الحسن ما تنوصف حالته تبكي عليه النساء وللمعركة زفت ما شفنا مثل ولد عرسا قضى بذبحته بحسين يا أم الحسن ما قصر ولوداع يا فاطمة خلى النساء محيرة هذه تحب جبهته وهذه تشم من حارة أيوة حسينا والحسين ولوداع يا فاطمة خلى النساء محيرة هذه تحب جبهته وهذه تشم وعيالك يلما بيشاو دمع عليهم جارة بحسين يا أم الحسن ما قصرت يقولوا بالمعركة من ختم صبط النبي خطبته يا الله يا فاطمة اعذريني
وبالمعركة من ختم صبط النبي خطبته الحجر يا فاطمة صاب بوسط جبهته أين المنادي وحسينا وبالمعركة من ختام صبط النبي خطبته الحجر يا فاطمة صاب بوسط وبعيني شفت السهم ناشب وسط مهجته أين المنادي وحسينا ما أدري أقرأ هذا المقطع يولا عندك جلد يولا يا الله هذا فقط يوم عاشوراء يقرأ هذا المقطع فقط يوم عاشوراء راح أقرأ فقط البيت الأول ختام المقطع ما راح أقرأه قال قدام عيني طلع لمثلث من الظهر ومن وقع فوق الثرى بالسيف جاه الشمو أين المنادي وحسينا وسيدا أويلي 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 أنا اللمحد من الخلايق تلوع مثل لوعي أنا الشهيد اللي ذبحه بصدري رضيعي وكل ما جذب والنجر بخدي دموعي يكسر الخاطر يجذب الونه خفيه